بسم الله الرحمن الرحيم في هذه المحاضره سنشرح النوع الرابع من انواع الكتابه وهو التقرير وتذكروا معي اننا قد شرحنا ثلاثه انواع سابقا شرحنا كتابه الرساله وكتابه البحث وكتابه المقاله وفي هذه المحاضره ان شاء الله تعالى سنتحدث عن كتابه التقرير في عدد من العناصر الامر الاول تعريفه ما التقرير الحقيقه أن التقرير هو وصف دقيق لعمل من الأعمال عمل من الأعمال وأنت تصفه وصفا دقيقا طيب ما أهمية وصف العمل ما أهمية وصف العمل الحقيقة يا شباب أن التقرير لا يمكن أن تستغني عنه أي مؤسسة ولا أي فرد يقوم بمشاريع مشاريع سواء كانت هذه المشاريع خاصة أو عامة لابد من كتابة التقارير لماذا لان كتابه التقرير عن العمل يعني تقويم ما تم انجازه ورصد الاخطاء التي تم ارتكابها اثناء القيام بالعمل ومحاوله تلافيها ومعالجتها وهذا كله يفضي الى التطوير وتجويد العمل اضرب لكم مثالا انا الان في, في الان وانا اشرح انا اشرح مقرر هذا الشرح هو عباره عن عمل الذي يريد أن يطور نفسه في الشرح لا بد أن يكتب تقارير لنفسه عن أدائه في هذا الفصل حتى يستند إلى نتائج هذا التقرير في تطوير أدائه في الفصل القادم وتراكم التقريرات تقرير هذا الفصل وتقرير الفصل القادم للإفادة منهما في العمل في الفصل الذي يليه لذلك حين أكتب تقرير عن أدائي لهذا المنهج وعن مدى إفادة الطلاب واراجع نفسي واحكم على عملي عن طريق كتابه التقرير فانني ساتلافى كثير من الاخطاء التي قمت بها او وقعت فيها هذا الفصل ساتلافاها في الفصل القادم ان شاء الله تعالى، لذلك التقرير هو رصد امين لواقع العمل الذي تم انجازه، اما العمل دون تقرير فقد يؤدي إلى مضاعفة الأخطاء وتفاقمها ثم قس على ذلك إذا كان هذا مهم جدا في عمل وهو شرح مقرر من المقررات في جامعة من الجامعات فقس على ذلك الأعمال الكبرى مثلا عندنا في المملكة العربية السعودية موسم الحج موسم الحج هو من أضخم وأكبر الأعمال التي تقوم بهذه بها هذه الدولة وفقها الله يعني يجتمع ثلاثة مليون أربعة مليون لأداء فريضة الحج لو لم يكن هناك تقارير سنوية عن أداء الجهات المعنية في هذا الموسم لما استطعنا تلافي المشكلات بل ان كثير من المشاريع التطويريه التي تمت في المشاعر المقدسه انما جاءت نتيجه لاعداد التقارير الامينه لذلك لاحظنا تطور كبير جدا في عمليه رمي الجمار وتطوير جسر الجمرات والتطوير المستمر لهذه العمليه لذلك لاحظوا ان جميع الاعمال كعمل صغير مثل شرح مقرر في مدرسه او في جامعه وعمل بضخامه موسم الحج كلاهما يحتاج الى تقرير وجميع الاعمال ما بين الصغير وبين الكبير يحتاج الى كتابه تقارير من اجل التجويد والتطوير تجويد العمل وتطويره صوره التقرير في العاده التقرير يكون يسار فيه على نماذج معده مسبقا نماذج معده مسبقا لذلك عندنا الان هيئه التطوير والاعتماد الاكاديمي وعماده التطوير والجوده في كل الجامعات ومنها جامعه الملك خالد تعد نماذج لذلك يرسل لنا نموذج تقرير المقرر تقرير المقرر وهو نموذج معد مسبقا فياتي مثلا خانه لمعلومات المقرر خانه للوسائل التعليميه خانه للاهداف خانه للنتائج خانه للملاحظات واليات التحسين والتطوير الى اخره طيب هل التقارير اقسام نعم عندنا تقارير تكتب عن عمل انتهى مثلا تم انجاز مشروع من المشاريع مشروع من المشاريع وانتهى العمل فيه وقامت لجنه بتقويم عمل الجهه المنفذه لهذا المشروع فهذا تقرير عن عمل انتهى. احيانا يكون التقرير عن عمل قائم كان يكون عمر المشروع طويل، عمر المشروع خمس ست عشر سنوات فتقدم تقارير سنويه او تقارير شهريه عما تم انجازه. اذا كان العمل طويل وله مراحل فاننا نفيد من عمل التقريرات المتلاحقه اثناء قيام العمل لكن اذا كان المشروع صغير وتم عمله وانتهى فيكتب تقرير حتى نطلع على آآ آآ على انجاز هذا المشروع هل تم بالطريقه التي وضع المخطط مخطط هذا العمل من اجلها ام ان هناك قصور في الاداء وكيف يمكن تلافي هذا القصور احيانا يكون التقرير مفتوحا ويهدف إلى التوصل إلى نتائج معينة كأن نضع تقرير عن حضور الطلاب في الجامعه على مدى ثلاث او اربع او خمس سنوات حتى نرصد ظاهره الغياب تغيب الطلاب عن الحضور في المحاضرات الجامعيه فيكون هذا التقرير مفتوحا على مدى ثلاث او اربع سنوات من اجل الوصول الى نتائج معينه فنرصد هذه الظاهره خلال خمس سنوات او خلال عشر سنوات رصدا امينا ودقيقا من اجل الوصول الى نتائج معينة الحقيقة أسلوب التقرير لا يمكن أن نتحدث هنا إلا عن أسلوب علمي مباشر وفي غاية الوضوح بعيد عن التعقيد بعيد عن الصور بعيد عن الأخيلة بعيد عن الأساليب الأدبية بعيد عن التعمية والتورية والكناية والاستعارة لا بد أن يكون الأسلوب واضح كما سترون بعد قليل إن شاء الله تعالى لذلك لاجل هذا اشترطنا في التقرير الجيد تحري الدقه والموضوعيه والنزاهه لانك لانك حين تكتب تقريرا عن انجاز عمل ما فانك تتحدث عن غيرك ولا وانت الان تحكم انت الان بمنزله القاضي لذلك لابد ان تكون في غايه الدقه وفي غايه الموضوعيه وفي غايه النزاهه المراد بالدقه هو ان تقف على كل شيء بنفسك من اجل الحكم عليه والمراد بالموضوعيه والنزاهه هو الشفافيه وتقديم الحقائق بكل امانه وعدل والبعد عن الظلم او المداهنه لان هذا التقرير قد ينبني عليه حكم فانت قد تجامل لنفرض ان شركه من الشركات نفذت احدى كليات الجامعه وارسلت لجنه من قبل اداره الجامعه لتقويم العمل، فلا بد ان تكون دقيقا وموضوعيا ونزيها، لانك اذا حبيت الجامعه فقد ظلمت المنفذ، واذا حبيت الشركه المنفذه فقد ظلمت الجامعه، لذلك لا بد ان تقدم الحقائق بكل وضوح كما هي. ومن الموضوعيه والنزاهه التاكد من صحه المعلومات لا يمكن ان 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 تعطي المعلومات فتكتبها في تقريرك وتصدقها دون ان تتحرى منها بنفسك لانك انت مسؤول عن المعلومه التي ستقدمها وترفعها للمسؤول سواء كان هذا المسؤول مدير الجامعه او وزير التعليم العالي او امير المنطقه لذلك كل ما كان التقرير يتعلق بمشروع اكبر واوسع كانت خطوره كتابه التقرير امام الله سبحانه وتعالى ثم امام المسؤولين في غايه الخطوره، فلا بد ان تكون منصفا في كتابه التقرير بكل موضوعيه، ولا بد ان تكون صادقا في نقلها، لا تبالغ في في تحسين الامور ولا تتعمد تقبيحها والتقليل من جهود من جهود الاخرين. لو تحدثنا عن خطوات كتابه التقرير سنجد ان التقرير لا يعني ان تاتي بالنموذج وتبدا في تعبئته من اول يوم لا بد ان تقوم بجمع المعلومات والحقائق جمع المعلومات والحقائق فاذا كنت اريد ان اكتب تقرير عن المقرر الذي قمت بتقديمه للطلاب فلا بد ان اقدم المعلومات والحقائق بكل وضوح فاذا كان في المقرر آآ آآ خمسه عشر درسا وقد شرحت ثلاثه عشر درسا لا غير يجب ان اقدم هذه الحقيقه بكل وضوح ثم أسأل نفسي بعد ذلك لماذا لم أتمكن من شرح المنهج كاملا لماذا لم أتمكن من شرح المنهج كاملا قد يكون السبب هو أن الأستاذ نفسه قد تغيب لمدة محاضرتين إذا هو مسؤول أمام نفسه وأمام الله سبحانه وتعالى عن تقديم المعلومة جمع المعلومات والحقائق بكل وضوح وموضوعية ثم قس على ذلك تنفيذ المشاريع الكبرى لا بد أن تبدأ بجمع المعلومات المعلومات والحقائق ابتداء بالعقود عقود التنفيذ والمواصفات المشروطة في تنفيذ هذا المشروع والزمن الذي استغرق في تنفيذ هذا المشروع والمقاييس التي اشترطت على المنفذ الى اخره يعني عندك معلومات وحقائق لابد ان تجمعها مثلا لو ان جهه ما ستكتب تقريرا عن موسم الحج هذا العام فلا بد ان تبدا بجمع المعلومات والحقائق كم عدد الحجاج كم عدد حجاج الداخل كم عدد حجاج الخارج كم عدد الحجاج المصرح لهم كم عدد الحجاج الذين حجوا دون تصريح كم عدد رجال الامن والجهات المساندة التي عملت في الحج لابد ان تبدا بجمع المعلومات حتى تتمكن من تقديم تقرير في غايه النزاهه والوضوح ويمكن ان ينبني عليه احكام وقرارات بعد ذلك ثم هذه المعلومات والحقائق لابد ان تصنف حسب نوع كل حقيقه ومعلومه ثم بعد ذلك تست يعني تستنتج النتائج من هذه المعلومات والحقائق ثم بعد ذلك تبدأ في وضع الإطار العام للتقرير لا بد أن يبدأ التقرير بمقدمة وهذه المقدمة تتحدث عن العمل الذي سيتم كتابة التقرير عنه ثم إدراج البيانات كان يقال إذا كنت سأكتب تقرير عن مقرر اسم المقرر ورقمه ورمزه وعدد الطلاب عدد الشعب التي قدم هذا المقرر فيها وعدد طلاب كل شعبه وهكذا بيانات ثم اعرض اقدم عرضا بما تم انجازه ثم اصل الى التوصيات والنتائج ثم اذا كان لدي ملاحق ما المراد بالملاحق؟ يعني نماذج واقعيه تدعم هذا التقرير وتجعل صورته واضحه، مثلا الملاحق اذا كنت اكتب تقرير عن المقرر الذي اقدمه لطلابي يمكن ان ارفق في الملاحق نماذج من اختبارات اعمال الفصل، ونماذج من الاختبارات النهائيه، ونماذج من الاعمال التي قدمها الطلاب، نماذج من الاحصاءات، احصاءات الحاصلين على تقدير الف، وتقدير ألف زائد تقدير باء تقدير جيم تقدير دال عدد الراسبين هذه ملاحق يمكن أن ألحقها صور من النتائج تلحق إذا كنت أقدم تقرير مثلا عن المشروع فإنه يمكن التصوير الفوتوغرافي وترفق هذه الصور في الملاحق بالتقرير من أجل تقديم دليل مادي على المعلومات التي وردت في هذا التقرير ونظرا لخطورة التقرير فإنه قبل تقديم للجهة المسؤولة يجب مراجعته وتدقيقه وان يعلم كاتب التقرير انه مسؤول امام الله سبحانه وتعالى ثم امام نفسه وامام المسؤولين فيما يكتب لان هذا التقرير ستنبني عليه قرارات، قرارات وهذه القرارات سيترتب عليها نتائج اما ان تكون نتائج نافعة فيكون لكاتب التقرير اجرها واما ان تكون نتائج غير نافعه ونتائج سلبيه فسيتحمل وزرها كاتب التقرير، لذلك لابد ان يكون كاتب التقرير في غايه النزاهه والموضوعيه والشفافيه، ارجو ان اكون قد وفقت الى اعطاء صوره واضحه عن كتابه التقرير، وسنلتقي في محاضره قادمه ان شاء الله تعالى للحديث عن النوع الاخير من انواع الكتابه وهو كتابه التلخيص، نلتقي على خير باذن الله.